أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العدد من برنامجنا الخاص، والذي من خلاله سنتطرق إلى قضية اجتماعية وإلى لب ركيزة من ركائز المجتمع وهي الأسرة. سنحاول في هذا العدد الخاص أن نخوض في تفاصيل تتعلق بالنمو الديموغرافي في الجزائر وتنظيم الأسرة وتأثير هذا النمو على الاقتصاد الوطني، وكذلك سنحاول المقارنة بين التعداد السكاني المتزايد في الجزائر وبين النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي. أيضا سنتحدث كيف سيؤثر هذا النمو على الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بالسكن، التعليم والصحة، كما سنتطرق إلى تفاصيل الحملة التحسيسية التي تنظمها وزارة الصحة وفي إطار الصحة الجوارية. أسئلة أخرى ستكون محل نقاش وحوار مع ضيفتي الكريمتين المتواجدتين مع اليوم. يسعدني أن أستضيف السيدة نادية جراون، وهي مديرة فرعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أهلا وسهلا بك سيدة نادية. اهلا بك الاخت. شكرا. اهلا بي، ان شاء الله المشاهدين يلقاو ان شاء الله كل المعلومات التي الكافيه والوافيه حول المسائل اللي راح نتكلموا عليها في هذه الظاهره ان شاء الله. ان شاء الله. كما تحضر ايضا معي البروفيسور ميروش، وهي مختصه في طب النساء والتوليد. اهلا وسهلا. مرحبا بكم. شكرا. إذا سنتحدث عن كثير من المواضيع التي تخص الأسرة وتنظيمها. سيدة، نبدأ بسيدة جراون. سيدة جراون، أنتم في الوزارة بطبيعة الحال لديكم إحصائيات حول عدد المواليد في كل سنة، هل ممكن أن تقدمي لنا بعض من هذه الأرقام فيما يخص عدد الزيادات أو النقص في عدد المواليد في كل سنة؟ بالطبع مساء الخير مرة ثانية المشاهدين الكرام. بالطبع هناك إحصائيات تنشر كل سنة من طرف ديوان وطني للإحصائيات، وهي الإحصائيات الرسمية للجزائر اللي تعطينا يعني معلومات على عدد السكان الحالي، على معدل النمو الديموغرافي، على عدد الولادات الوفيات، وكل يعني الأرقام المتعلقة بالديناميكية الديموغرافية. إذا فيما يخص عدد السكان في الجزائر الآن يعني لغاية سنة 2018 وآخر سنة اللي نشرت فيها الديوان الوطني إحصائيات المعطيات هذه، رانا في 42,578,000 نسمة. هذا السكان راهم في معدل نمو يعني راهي يتزايد بمعدل 1.99% في كل سنة، يعني لسنة 2018 بين 2017 و2018 هناك زيادة تقدر ب 1.99%، بعدما كانت 2.49 في سنوات التسعينيات وبداية الألفينيات. فيما يخص الولادات، كلكم يعلم أن الجزائر تخطت عتبة المليون ولادة سنوياً ابتداء من 2014، حيث انتقلت من 1,014,000 إلى غاية في سنة 2014، ثم 1,067,000 يعني كأكبر عدد للولادات سنة 2016، ثم بدأت في يعني تسجيل انخفاض يعني طفيف ابتداء من 2017-2018 لتصل إلى 1,038,000 نسمة في 2018 في انتظار نشر الإحصائيات 2019 إن شاء الله. فيما يخص الوفيات، فيعني العدد راهو يعني نقولوا مستقر بين عدد الوفيات العامة يعني كل الأعمار، في 190,000 في سنة 2017 إلى 193,000 وفاة سجلت سنة 2018. يعني بالعودة إلى هذه الأرقام، كما تفضلت وقلت أن منذ سنة 2014 تم إحصاء أكثر من مليون عدد المواليد بالنسبة لعدد المواليد في هذه السنوات الأخيرة. سيدة جراون، كنتم في وزارة الصحة قد قمتم بانتهاج سياسة من أجل تنظيم الأسرة، هل يمكن أن تحدثينا عن هذه السياسة يعني بصفة عامة؟ نعم شكرا. يعني سياسة التنظيم العائلي يعني ليست جديدة، ليست وليدة اليوم، إنما بدأت في سنوات الثمانينات، أين عرفت الجزائر أكبر يعني نمو لعدد سكان، أي كان هناك عدد نمو متسارع للسكان، خاصة يعني بعد الثورة التحريرية ربما كان عدد السكان بالفعل كان عدد قليل، ثم ما يسمى ب
ظاهرة استرجاع ما كان يعني ما لم يتم في سنوات الثورة التحريرية ومن بعد الاستقلال. بعد الاستقلال فقط عقدت عدة زواجات والإنجاب كان يعني بصورة كانت الغاية من أجل رفع عدد السكان في الجزائر من أجل التنمية آنذاك. إذا في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر أول يعني انفجار سكاني لها، فمنذ ذلك الوقت يعني انصبت يعني كل انشغالاتها لي ليس لتحديد ولكن ل كومون ابل سا لا ميتريز يعني للتحكم في النمو الديموغرافي، في وتيره النمو ليس في العدد لكن في الوتيره لكي لا تكون متسارعه حتى لا تتعارض ايضا مع الاقتصاد الوطني. بالطبع. اذا في سنه 1983 تم وضع اول برنامج وطني للتحكم في النمو الديموغرافي، وكانت يعني عده نشاطات من بينها برنامج التنظيم العائلي الذي بالطبع اعطى ثماره انذاك، لان كان كل فاعلين يعني في المجتمع قد انخرطوا في هذا البرنامج، وبالتالي يعني كانت هناك نتائج ملموسه في ميدان التحكم خاصه في الولادات، وذلك بمشاركة كل الفاعلين بما في ذلك القابلات. يعني اللواتي كان لديهن دور كبير جدا 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 في التحسيس في الإعلام وفي التربية يعني السكانية آنذاك. بالحديث عن التوعية سيدة جيراون والتحسيس، أنتم في وزارة الصحة ستعتمدون أو ستقومون بحملة تحسيسية من أجل تنظيم الأسرة، هذه الركيزة الأساسية في المجتمع، كيف ذلك؟ كيف ربما أهداف هذه الحملة؟ متى ستبدأ هذه الحملة؟ كل ما يتعلق بهذه الحملة التي ستنطلق فيها وزارة الصحة والسكان. شكرا. إذا بعد سنوات الثمانينيات أين تم وضع برنامج وطني للتحكم في النمو الديموغرافي، توجهت الجزائر إلى وضع سياسة وطنية، السياسة الوطنية للسكان، يعني أين دخلت فيها مفاهيم أخرى كمفهوم الصحة الإنجابية. في إطار الصحة الإنجابية يوجد كذلك برنامج التنظيم العائلي الذي يستمر يعني إلى غاية اليوم، وبالفعل في هذه الأيام الأخيرة ومنذ 15 فبراير من السنة الحالية أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة إعلامية وتحسيسية حول كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية ولا سيما برنامج التنظيم العائلي، خاصة ترقية اللولب، استعمال اللولب يستغلي كما يعرفه النساء. يعني الحملة التحسيسية مقسمة إلى محاور. نعم، فيها ثلاث محاور. المحور الأول هو يعني ترقية البرنامج الوطني للتنظيم العائلي. المحور الثاني هو ترقية استعمال اللولب كوسيلة لتباعد الولادات بعيدة يعني طويلة المدى، فعالة وغير مكلفة. والمحور الثالث يتعلق ب الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. إذا هنا يعني الحملة هذه موجهة، قلنا انطلقت منذ 15 فبراير 2020 وستتم على طول يعني شهر، على طول شهر من الزمن، وقد تم يعني إصدار تعليمة وزارية لجميع مدراء الصحة والسكان عبر الولايات 48 لتنفيذ هذه الحملة على المستوى المحلي، يعني على مستوى كل ولايات، وإشراك كل فاعلين بما في ذلك مدراء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والعمومية، مدراء المؤسسات الاستشفائية الجوارية خاصة، و إشراك الجامعيين والمنظمات المجتمع المدني، يعني أي واحد ممكن أنه يقدم خدمة في هذا المجال، في مجال التحسيس والتوعية والإعلام حول الصحة الإنجابية فهو مرحب به، لا سيما اللجنة الوطنية للسكان، لأن هناك في كل اللجنة الولائية للسكان، لأن في كل ولاية هناك لجنة مشتركة يعني متعددة القطاعات
تعنى بالمسائل السكانية على مستوى الولايات. يعني الآن نتكلم عن تنظيم الأسرة، هناك فرق، نقول تنظيم الأسرة وليس تحديد النسل. ربما سيدة ميروش أو بروفيسور ميروش مختصة في طب النساء والتوليد، عندما نتحدث عن تحديد أو تنظيم الأسرة من الناحية الصحية، يعني البعد الصحي، لماذا التباعد في الولادات؟ من الناحية الصحية احنا نهضروا مش تنظيم ولادات، بس تنظيم الولادات يعود الى الاسره بحد ذاتها، يعني حره الاسره، حرة في اختيار عدد الاطفال، او الاسره حره في اختيار عدد الاطفال تاعها. من الجانب الصحي حنايا كاطباء نهضروا على تباعد ولادات. تباعد الولادات عنده تقارب ميزه، ربما فوالا عنده ميزه صحيه. تقارب الولادات عنده ضرر لصحة الأم ولصحة الجنين اللي يجي مور الولادة اللي من قبل. لصحة الأم، على بالنا باللي كيكون تقارب ولادات يكون عدد الوفيات عند الأمهات يكون أكبر، يرتفع. والمشكل الكبير عند الأطفال كيكون تقارب ولادات، عندنا ارتفاع في الزيادة المبكرة. الزيادة المبكرة الولادة المبكرة يعني قبل 9 شهور. عندنا ثاني زيادة أطفال يكونوا قليلين في الوزن، صغيري الحجم، يعني ولاده اطفال سي لي روتار دو كرواسونس، يعني صغير ودو بيتي بوا دنيسون، صغيرين في الحجم. وحنا على بالنا باللي الاطفال اللي يكونوا اللي ينزادوا قليلين في الوزن ومبكرين قبل 9 شهور يكون عندهم مشاكل صحيه بطبيعه الحال، مشاكل صحيه، يقعدوا في المستشفى اكثر، وعندهم مشاكل وحده اخرين. ومن على جال هذه يكون كاين ثاني ارتفاع في عدد الوفيات تحت الاطفال، باسكو عندهم امراض وحده اخرين. وعلاش عندنا هاد المشاكل؟ خاطرش المرأة كي تكون حامل وكي ترضع، المخزون تاعها تاع الاسيد فوليك والحديد ينقص، وعلى بالنا باللي المخزون هذا باش يرتفع لازم له الوقت، وهي قد ما ترضع قد ما تعطي للبيبي تاعها من المخزون تاعها. فجاك كي تقارب في الولادات تاعها يكون البيبي اللي جاي، لو بروشان اللي جاي في الطريق، هذاك البيبي يكون عنده نقص هو ديجا في الحمض الفوليك، يعني يكون نصيبه. وعلى بالنا بلي حمض الفوليك مهم كثير في تكوين الجنين. يعني كي يكبر في البطن تاع يماه، في مراحل تطور الجنين، في مراحل تطور الجنين حمض الفوليك بزاف مهم. وهو كي يكون عندها النقص كي تقذف الولاده تاعها ما يكونش عندها الوقت. ديجا هذه من جهه. الجهه الثانيه موض الولاده، عنق الرحم لازم له عام ابوبخي باش يعاودوا ليك كيما كان باش يلتئم. وكيما ما نخلولوش العام هذاك يبان تكون كاينه زياده ولاده مبكره. على بها عندنا ولاده مبكره كثر. وثاني كي تكون ترضع، المراه كي تكون ترضع كيف الحمل تاعها يكون، وهي ترضع الحمل ما يكونش مليح بزاف، بس كما المخزون تاعها في الجسم اي تعطي للزوج، تعطي للبيبي وتعطي للجنين. ومام الحليب اللي ترضع فيه يكون ناقص، بس كيتقسم مع الـ يعني هذا سيؤثر بطبيعة الحال على صحة الأم قبل الطفل. على صحة الأم، الطفل اللي ترضع فيه والجنين اللي هو في بطنها. يعني باسكو قاربت في الولادات. يعني ما في الدين تاعنا في القرآن يجي بلي نرضعوا حولين كاملين، والفراق تاع الطفل يكون 30 شهر. يعني وعلى بالنا بلي لازم هي باش تكون الصحة مليحة للأم وللطفل لازم تباعد في الولادات 24 شهر. هو اللي التباعد المنيح بين الولادات، يعني على الاقل 24 شهر بين الولاده الاولى والولاده الثانيه. وعلى بالنا ثاني بلي المراه كي تكون عندها ان بيبي عندها ضغط نفسي
كبير باسكو ما تزقطش ديجا ولو كان تزيد جوف واحد اخر يعني هذاك الجوف يكون جوف متعب بزاف. بالعوده الى تباعد الولادات سيده ميروش، هناك وسائل بطبيعه الحال وسائل منع الحمل من اجل تباعد هذه الولادات، هل حدثتنا بصفه مقتضبه عن هذه الوسائل خاصه يعني كما تفضلت سيده جيروان وتحدثت ان من محاور الحملة التحسيسية التي ستنطلق بها وزارة أو انطلقت بها وزارة الصحة والسكان وصحة المستشفيات، هناك تحدثوا عن لولب، يعني هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ حول اللولب على بالنا بلي من الوسائل تاع من الحمل عندنا لابيلول واللولب. في الجزائر يعني الوسيله اللي معتمده اكثر هي لابيلول، هي اللي معتمده اكثر من اللولب. اللولب هو وسيله اللي تعطي التهاب في البطانه الداخليه تاع الرحم. هذا هو لو ميكانيزم كيفاش يخدم اللولب. اللولب وسيله كي سور يعني قريب كيما لابيلول، والفوائد تاعها سي ما عندناش ما ننساوهاش، يعني كي المراه كي تحط اللولب او هنا الوغ كو لابيلول المشكل تاعها سورتو كيكون عندها بيبي صغير تنجم تنساها، وهي اللي علاج هذه اللي يكون عندها حمل غير مرغوب فيه. بس هو من الوسائل اللي يمنعوا الحمل من المهم بزاف ما يكونش كاينه حمل غير مرغوب. اللولب واش منيح فيه؟ هذه هي يعني ما كانش نسيان تاع الماده المانعه للحمل او هنا. قلت لك كيفاش يخدم بعد. هناك العديد من السيدات ربما يخافن من أضرار أو أثار جانبية لاستعمال اللولب، هل ربما قدمت لنا تطمينة للسيدات؟ ألا هو اللولب لازم شكون ديرو ديجا شكون تحط اللولب. هو على بالنا بلي اللولب اللي ما عندهاش كاع ذاري يفو ميو ما تستعملش اللولب كي تكون حابه بعد ما تحطش ما تجيبش تمتم للاطفال الاطفال ما ديرش لولب. دير اللولب اللي ديجا جابت اموا واحد واحد هي دير اللولب على الاقل عندها طفل على الاقل دير اللولب. اللولب واش منيح فيه تاني نجمو نديروه 4 سمانات مور الولاده، يعني نجمو نديروه مبكر يعني 4 سمانات تنجمي دير اللولب ماشي مشكل. الاعراض واش عنده اعراض؟ الاعراض تاعو اثار جانبيه ينجم المهمه الكبيره هو كي كيفاش نقول اس دي بلاس يعني يتحرك او يتحرك باسكو هو لازم يكون في الـ في الـ في لو فون تاع الرحم. لو كان يس دي بلاس يحبط شويه يولي ما يمنعش الحمل على يعني يولي ما عندوش تاثير الفعاليه تاعو بصح واش لي فام واش على بالهم كي يس دي بلاس كاين تنجم تفيق كيفاش تفيق تولي يجيها نزيف سواء يجيها نزيف من غير العدد الشهريه تاعها سواء العاده الشهريه تاعها تجيها نزيف كثر من العاده كي هي لازم غير يجيها نزيف كثر من العاده ولا يجيها نزيف من غير العاده تروح دير فحص طبي تستشير طبيب. هي هذا هو المشكل تاعو الكبير كامل. هذا هو المش اللي ينجم يس دي بلاس بصح اللي تكون تتبع ما في حتى مشكل. يعني في طريقة استعماله هل لابد أن يقوم بربما مختصين عندما تريد امرأة استعمال هذا اللولب، هل من طرف مختصين أم في البيت أم؟ اللولب يا أخي اللولب كما يعرفوا هو يعني شغل نحطوه داخل الرحم يعني نحطوه شكون تحطو داخل الرحم هي ماشي لازم مختص يحطو قابله عندها فريمون مؤهله باش تحط اللولب عندك القابله طبيبه عامه
تنجم تحط له ولد. بصح اللي مؤهلين بزاف في لي سنتر تاع بلانيفيكاسيون فاميليال لي بي ام اي هما القبيلات ينجموا يحطوا الاولاد بدون مشكله بسهوله يعني بسهوله. هي ثاني احب نهضر ثاني حاجه في تباعد الولادات هو الماء اللي دايره عملية قيصرية بزاف دوكا ميدو عملية قيصرية لازم لها أموا 7 شهور باش دير جوف واحد اخر باش تنجم تولد بدون عملية قيصرية. نعيد يعني نتكلم ربما خارج الموضوع قليلا فيما يخص سرطان عنق الرحم، هل لديه علاقة مع اللولب أو استعمال اللولب؟ استعمال اللولب ما يؤديش إلى سرطان عنق الرحم، ما عنده حتى علاقة مع سرطان عنق الرحم، ما يؤديش له تماما. فقط عودة إلى سيدة جراون كسؤال أخير، الحملة هذه التحسيسية التي انطلقت بها وزارة الصحة والسكان، هل ربما هذه الحملة هل لماذا في هذا الوقت بالذات؟ إذا لماذا في هذا الوقت بالذات؟ لأنه لدينا بعض المعطيات بعض المعلومات على مستوى المديرية بينت لنا أن هناك استقرار في نسبة استعمال وسائل التنظيم العائلي من طرف الأزواج لكوبل، وهناك يعني معلومة أخرى يعني تقول بأن نسبة الحاجات غير ملبات في مجال التنظيم العائلي ارتفعت قليلا يعني بمقارنة بالسنوات الماضية. وهناك كذلك بالنسبة للولب تمت إنجاز دراسة في سنة 2017 من طرف المعهد الوطني للصحة العمومية حول الريزيستانس يعني مقاومة النساء وحتى مستخدمي الصحة لاستعمال اللولب كوسيلة من وسائل منع الحمل. يعني هذه المقاومة يعني النتيجة تاع هذه الدراسة أفضت بأن هذه المقاومة تجاه اللولب ناتجة عن سوء الإعلام والمعلومات عند النساء، ناتجة عن أحكام مسبقة، عن أفكار خاطئة، عن معتقدات يعني غير موجودة علمية غير موجودة أصلاً حول اللولب. سيدة جراون ربما وقت الحصة قد انتهى، هو موضوع مهم جدا، سنحاول العودة وتخصيص برامج أخرى حول هذا الموضوع الذي يهم الأسرة الجزائرية بالخصوص كما يهم المرأة أيضا، موضوع مهم جدا. إذن مشاهدينا للأسف انتهى الوقت، نلقاكم في مواعيد أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.